هذا المكان كان عبارة عن نفايات، لكن بعد الإعمار وبعد الترميم من قبل دولة رئيس الوزراء شوفوا الترتيب اللي صار، شوفوا وبعد راح يصير إعمار وهاي كلها حتمشي، وهاي البيوت القديمة شناشيل بغداد القديمة والإنارة اللي موجودة، وحتى هنا بداخل هذا المكان هم كانت عبارة عن نفايات، لكن باعوا الجمالية اللي صارت جوا وتتردد العوائل العراقية ويأخذون الصور ويجون هنا هم وعوائلهم وأطفالهم. أتمنى أنه يبقى هذا الشارع محافظ على تاريخه وتراثه اللي موجود بشارع المتنبي. هنا طبعا أكو جلسة تصوير أو أكو فد شيء جوادي يصورون بعض من الشباب اللي موجودة، لكن احنا خلينا نشوف باقي الشباب ويتحدثون اليوم عن القضايا الموجودة بالشارع العراقي. السلام عليكم، شلون الصحة؟ شلون الأخبار؟ من وين؟ من البصرة. ما شاء الله، حياكم الله انتوا اهل البصرة. شلون هالبصرة؟ والله البصرة حلوة جميلة يعني. بهلها وحتى التطور اللي جاي يصير بيها بالوقت يعني البصرة الحالي. تتعانون من شنو تعانون بيها؟ والله الصراحة يعني أنا سمعت هوايد يقول لك البصرة ما بيها شغل، البصرة بعض نشوف بس صح. المدينة بيها تطور، لكن الباقي لا، يقول لك ما بيها. صح. لا هسه بالنسبة للأشغال يعني ما تطلع شبابنا يعني 70% جاي تشتغل زين، وعندك يعني 30% بطالة يعني ماكو أعمال بطالة. ايه زين، ونعمة يعني الحمد لله والشكر. نعمة. شلون الحرارة هناك هسه؟ اوه بالضيم حار. الكهرباء شلونها؟ كهرباء واحد على واحد ما تطفى؟ ابد يعني. انا اقول لك يجوز تطفى لها نص ساعة تقريبا بالوقت الحالي. نيالكم الحمد لله والشكر. هذا الكهرباء ما تطفى. افضل من عندكم بهذا الشيء بس. انه هاي اهم شيء. اي لا نعم الحمد لله. انه الكهرباء هناك زينة. صح. لا كل زينة. شو شغلته؟ انا بالحشد. حياك الله انت وهي الحشد. فدوى غروح. ما محتاج شيء. كفو. حياكم الله. الله يحفظك. حياك الله. شرفنا بك عزيزي. الله يا حبيبي. الله يبارك بك. الله يبارك بك. طبعا بعدنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام، ومن جميع المحافظات جوي الى شارع المتنبي بعد ما صار هذا الاعمار اللي موجود. كلها قامت تتردد داخل شارع المتنبي وتشوفون. طبعا مشاهدين الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم، لكن بعد هذا الفاصل.